اهلا بك ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ممكن أحكي سيادة اللواء؟ تفضل تفضل جوما تفضل. عندي سؤال سيادة اللواء، هسه أنا كاتب قاعد إيجار، والإيجار يريد مني الإيجار، وأنا صار أكثر من شهر قاعد ما أشتغل، يعني شلون هذه المشكلة نحلها؟ والمشكلة إحنا مسوقة عقودنا، وحتى نكتب إني ما شرطة ديالة وخلصنا فحص وبعدها إنه فتحتنا بالمنشآت مرة ثانية. وخلصنا فحص وانتهى الفحص من يوم 3 10 3 يعني السنه اللي هاي السنه، ولحد الان ما في اي شيء، ما اعرف يعني انت باي فئه؟ الف لو با لو جيم، باي فئه مشمول؟ احنا المعينين من قبل قيادات الشرطه، قال الشرطه اللواء عبد الحكيم علي داموك. بقيت انا فصلنا 2009 فصلنا وتعيننا بين 2008 وسوينا فحص طبي للاكاديميه مال شرطه ديالي وبالقياده مال شرطه ديالي يعني. ومره ثانيه انه طلعت اسمائنا في العقود بالحمايه مال المنشات الشخصيه في بغداد. سوينا فحص مره ثانيه وقابلنا ولحد الان ما طلعت اسمائنا ولا داومنا. شنو السبب؟ يعني ايش قد داومت انت بالشرطه؟ بالشرطه ايش قد داومت؟ انا ست شهور هم داومت الصلاه ما اعطانا مخصصات ماليه بوقتها. داومنا بال 2008 والدوله نفسها قلنا بال 2009 الشهر السابق. المحكمين من قبل قائد الشرطه اللي هو عبد الحسين علي داوود. نعم. يعني ان شاء الله. شو اسمه بالاكاديميه والشرطه في دياله وقابلنا. نعم، يعني ارجو ان تترك. وفحصنا صراحه اسمائنا صارت العقود نشروها على صفحه حمايه المنشات الشخصيه في بغداد، رحنا لها هم فحصنا مره ثانيه وقابلنا ولحد الان ما انتهت المقابله وفحصنا يوم ثلاثه على الاشراف ولحد الان ما يعني ما التحقنا. شنو السبب؟ نعم نعم، يعني ارجو ان تترك اسمه، خلي يترك اسمه بال 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 يعني بالكنترول. نعم وحتى نتابع شباب، بس موضوع تاخذون اسمه واسمه الكامل ورقمه لابراهيم. نعم نعم نعم، واكيد يعني راح يتم التواصل. نعم وياك اكيد ابراهيم، هنالك شكرا لك. مشاكل اداريه للبعض، لا سيما بعض الاشخاص. نشوف احنا نحاول نعرف شنو السبب، ليش ما صدر له امر اداري؟ هل هو الموضوع يتعلق بسنه مثلا ما متجاوز، او يتعلق شنو الموضوع؟ وان شاء الله نرد له الجواب ان شاء الله. اكيد انتم سياده اللواء بالداخليه اكيد يعني ما راح تقصرون بتلبيه وسماع اصوات الناس. وايضا ابراهيم تناول موضوع هم يشغل بال الكثير، هو موضوع الايجارات وفواتير وهذه المستلزمات الشهريه والالتزامات الشهريه. يعني انتم كوزاره الداخليه هل لديكم اي اجراءات في هذا الخصوص؟ نعم، يعني انا ذكرت في مقدمه يعني حديثي انه اليوم شعبنا يعني عودنا على ملاحم بطولية. بالأمس القريب يعني كانت هنالك ملحمة الانتصار على داعش، وداعش كانت قوة عظمى احتلت مدن العراق، وبالتالي وحدة شعبنا هي من يعني كان لها الفضل في دحر هذه الفلول وتحرير مدن العراق. اليوم هذه الملحمة ملحمة سواء الالتزام بهذا القرار، قرار الحظر، أو ملحمة التكافل المجتمعي. يعني الآن أسمع كثيرا من الأخوة المواطنين أنه كل الناس بدأوا يتساعدون، يعني صاحب الإيجار نهائيا يرفض استلام الإيجار من المؤجر، أو بالنسبة للمولدات خفضوا الأسعار، أو بالنسبة لكثير من الأشخاص. لذلك هذه المبادرات يعني حقيقة احنا يعني نشجع ونحض عليها بنفس الوقت. وقبلنا كانت المرجعية نادت بهذا الموضوع، وهكذا احنا اليوم نشهد تلاحم وتكاتف بين أبنائنا، أبناء الوطن الواحد، أبناء العراق. وهذا طبعا حقيقة شيء يبعث على الفخر، لأنه هذا الشيء يعني أعتقد ما موجود في كل شعوب المنطقة. يعني اليوم هذا التكافل وهذا
المساعدة الميسورين والأشخاص حتى متوسطي الدخل المبادراتهم بمساعدة الفقراء، هذا موضوع مهم جدا، ونأمل أن يعني يساعد هذه الطبقات التي تضررت جراء هذه الإجراءات.